الشعر مشكلة للراجل والست لا تقبل القسمة عليه. العمل الوراثي أو التساقط الوراثي بدأ يظهر من سن 13 سنة. الشامبو ده عامل مساعد وعامل مهم جداً إن أنا أختار الشامبو المناسب برضو لنوع القشر. البهاء هو مرض غريب، مرض غامض جداً. المرضى دول نقعد معهم شوية، لازم يحبك، لازم يثق فيك، ده جزء مهم جداً جداً في العلاج. الدموية دي بنعالجها بالإندياج ليزر ونتائجها تحفة. لازم المريض يستمع ويعرف إن فيه تعليمات خاصة بالدواء ما ينفعش أن يناقش فيها. دكتور لمياء عبد الودود، استشاري الأمراض الجلدية والليزر، عضو الجمعية الأمريكية لتجميل الجلد. الشعر من أهم مظاهر الجمال مش بس للستات، فقدان الشعر للرجالة كمان مشكلة كبيرة. على مستوى العالم بيعاني حوالي 60% من الرجال من شكل من أشكال تساقط الشعر، وتساقط الشعر بيعمل مشاكل نفسية، والمشاكل النفسية بتعمل تساقط شعر، غير كمية كبيرة من الأسباب المرضية والوراثية لفقدان الشعر للرجال. وفقاً للمكتبة الطبية الوطنية الأمريكية، أكثر من 50% من الرجال فوق سن 50 بيتأثروا بنمط الصلع الذكوري بدرجات متفاوتة. ومن الدراسة دي نقدر نستنتج قد إيه النسبة الكبيرة من الرجالة اللي معرضين للصلع ولو بدرجات وأوقات مختلفة من عمرهم. أهلاً بيكم، النهاردة حلقة مهمة جداً وضيفة مهمة جداً. الحلقة أهميتها لأننا نتكلم عن الشعر. الشعر مشكلة للراجل والست لا تقبل القسمة على اثنين. يعني بيقول لك في دراسة، أهي الدراسة هي قدامي، حاجة جميلة جداً، يعني بتقول إن الرجالة بيخشون الصلع مثلما يخشون الأمراض العنيفة. ورصين رصت أمراض كده وقالت لا، ده في ناس يعني 94% من عينة قالوا ان هما بيخافوا من الصلع، مقابل 89% اكدوا قدامهم انهم بيخشوا اكتر الضعف الجنسي. 60% قالوا ان هما بيخافوا من سنانهم، من مشاكل سنانهم. 64 بيخافوا من البدانة. 24 بيخافوا من امراض التنفس والنفس السيء. يا خبر اسوح. وربع المستفتين خافوا من تلون الشعر بلون مختلف عن لونهم الطبيعي اللي هو الشيب يعني يحصل. و45% بيخافوا من ضعف النظر. يعني الاكثر ناس 94% اكثر حاجه بتخاف منها يرسلهم الرصه، اول حاجه كتبها انه يفقد شعر ست. طبعا لو هم جابوا عملوا العينه دي على الرجاله، ده لو جابوا ستات وحطوهم 100% 100% تقول لك البس نظاره، البس نظاره، سنني ما اروح لك، لكن شعري يروح ازاي؟ تاج المراه وسر شكل الرجل. شكل الرجل بيختلف تماما لما بيعالج شعره، وبيبقى في مشكله لما شعره بيبدا يتاثر جدا. فالشعر اذا هو واحد من المواضيع الاكثر جاذبيه، وانا في رايي ان احنا بنتعامل معاه بشكل خطير. النهارده اسمحوا لي نرحب بضيفتي العزيزه، الاسم المتميز جدا في عالم الجلديه وفي عالم الشعر، لان عالم الشعر ده لوحده برانش حتى عن في المنظومه الطبيه بتاعتها. الشعر واخد براند لوحده وده مهم جدا. طبعا النهارده دكتوره لمياء عبد الودود، استشاري الجلديه والتجميل والليزر وعضو الجمعيه الامريكيه للامراض الجلديه، واحده من نجمات مجال الجلدية. أهلا بيك دكتورة لمياء، منوراني وسعيد جدا بهذا. أهلا بيك دكتور أيمن، وأنا بسعد بلقائي معك دايما. بسعد جدا جدا بوجودك. ربنا يخليك يا فندم. عايز أبدأ الأول قبل ما أدخل بقى في الكلام، تخيلي الدراسة دي فعلا واقعية؟ حقيقي فعلا، وفعلا دي أكتر شكوى بتجيلنا من الرجالة. العيادات الأمراض الجلدية يعني دايما بيجوا عشان موضوع الشعر. تاني حاجة الحب الشباب والتجاعيد.
يعني هم دول اكتر ثلاث حاجات، بس الشعر طبعا اكترهم. فعلا الشعر ده طلع مهم جدا جدا عند الراجل، يعني معروف ان هو عند الست طبعا الحاجات المهمه والحاجات المؤثره في نفسيتها، لكن عند الراجل دي كانت جديده عليا لما اشتغلنا بقى في مجال الجلديه وتخصصت في مجال الشعر بالذات، لقيت فعلا انه بيمثل حاجه مهمه جدا جدا عند الراجل. ليه بقى في السن الصغير الشكوى؟ اعمار كله دلوقتي بيشتكي، سن صغير وسط وكبار طبعا. دلوقتي الاندروجينيك الوبيشيا اللي هي العامل الوراثي او التساقط الوراثي بقى ده يظهر من سن 13 سنه. يعني ودي حاجه جديده دلوقتي، فانا بارجع ده للاكل والجنك فود اللي بياكلوه والهرمونات والستريس اللي بقوا فيه، يعني خلت الجين الوراثي هو كده كده موجود، خليته يظهر بدري. يعني في حد يقول لي انا بابايا الصلع بس في سن كبير، ده هو مثلا على سن كذا، او مامتي شعرها وقع بس على سن كبير. دلوقتي تيجي اللي مامتها واخده الجين الوراثي من مامتها وهي سنها مثلا 40 او 50 سنه، هي جالها بدا معاها مثلا وهي في الجامعه، وتيجي تقول لي لا انا لسه ما يعني ماما شعرها خفيف بس انا كان شعري تقيل. اقول لها اما هو كان شعرك تقيل بس في عوامل ادت لنشاط الجين الوراثي ده خليته يظهر بدري. العوامل الوراثية والتلوث البيئي والأكل البايظ، الهرمونات والستريس هما أكتر عاملين أثروا خلوا يعني الموضوع يجي بدري فعلا، هما دول أكتر عاملين. لكن في عوامل كتير بتأدي لده، الأنيميا وحمل ورضاعة كذا مرة وفي حاجات كتير، لكن خلينا نتكلم أكتر حاجة أثرت في الأجيال الجديدة دي فعلا هما الحاجتين دول. كله في البيت، ثالث مرة كله في البيت، كله أكل ماما اللي بتعمله في البيت، صح كده؟ يا ريت. جانك فود ده خطر جدا، أكل الشوارع ده. يا ريت. هما يعني مش يعني هي المفروض يعني الأم بتوفر لولادها الأكل الصحي، بس الولاد للأسف ما بيقبلوش عليه. أنا لسه امبارح كنت في بنزيمة لقيت محل من محلات الجانك فود ده الأكلات السريعة عليه طابور كبير. أيوه طابور. والأمهات بقت تستريح بقى دلوقتي، وفي يعني نادرا دلوقتي ما أم بتطبخ بصراحة، يعني دلوقتي الأمهات نفسهم هم يعني ما بقوش يطبخوا قوي. دي معلومة طبية. معلومة طبية جميلة. إيه أهم المشكلات اللي بتواجه الشعر؟ مشكلات الشعر بقى اللي بتجيلنا يعني هي مشاكل كتيرة جدا، بس هم بيجي يقولوا لي أنا شعري بيسقط، شعري هايش، شعري ما بيطولش، بس لكن ورا الكلمة دي ايه؟ مئات الأسباب. يعني ممكن ان احنا نشوف اذا في التهاب في الفروة، اقول لها لو في التهاب او حاسة انت بوجع في الفروة، اسمها حاجة اسمها تراكودينيا، يعني الوجع في الفروة نفسها، ما بتحطي بنس او بتشدي شعرك او بتلميه بتوكة جامدة بتحسي بوجع او بتفرقيه، فدي علامة مهمة جداً أنا عايزاهم ياخدوا بالهم منها. نروح للدكتور على طول. ليه بقى؟ عشان دي معناها إن في أكتيفيتي في الديزيز، فهيستمر وهتوصل لمراحل أوحش. في نشاط مرضي. أيوة. لازم يعني ده مش تساقط عادي، ده في التهاب موجود في البصيلة. الالتهاب ده بقى إيه؟ الدكتور اللي يحدد بقى. ممكن يكون إكزيما دهنية، ممكن يكون لايكن بلانس، ممكن يكون حزاز مسطح. اسمها الحزاز المسطح. يعني امراض كتيره جدا جدا خلي الدكتور هو اللي يحددها. فدي اول رساله عايزين نوجهها له، ان لو حسيتي بالم في فروه راسك وانت بتشدي شعرك او بتفرقيه تتفضلي تجيلنا. لو حسيتي برضو ان شعر بيطلع هنا وبقى مصاحب معاه تساقط هنا تجيلنا برضو بدري. ليه؟ لو استنينا الفرق البصيلات بيحصل لها ضمور. طيب ما انت يعني هي بتستهون الاول في تساقط في تساقط، لكن كل مره الشعر البصيله بتطلع شعريه رفيعه جدا شعريه رفيعه جدا لحد ما بتضمر، ولو استنينا فتره اكتر من اللازم خلاص بيحصل لها سيكاتريشيال بتتليف، فبيبقى علاجها صعب جدا بقى. بس مش علاجها صعب، احنا النهارده برضو جايين عشان نقول في امل حتى في السيكاتريشيال وفي الحالات الصعبه وفي الاندروجينيك، ودي الحاجه الجديده اللي هنضيفها. بس خلينا نتكلم حتى في العلاجات الايه الاولانيه الاول اللي بناخدها، والحاجات الرساله اللي انا عايزه اوصلها لهم ان امتى
أروح لدكتور بسرعة، مش بس أخد فيتامينز، أخد الاسترس طبعاً ليه عامل مهم، لكن الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها دي لازم أتوجه للدكتور، لأن دي أنا محتاجة تحاليل معينة، محتاجة أشوف برضو لو في عندها نقص فيتامين دال. ده على فكرة يعني من خلال تجربتي في العيادة، لا في ناس كتير بيبقى عندها نقص فيتامين دال بتتحسن جدا لما بتاخده. ودي بيبقى مصاحب ليه حاجات تانية، يعني مصاحب ليه حاجات قلة حرق، وبنقول لها بقى الأعراض بتاعته. فبدل ما بنقعد نحلل، يعني مش شرط كل حالة هنعمل لها تحاليل كلها، بيبان عليها ان في نقص كذا. في ناس بقى بتقعد تاخد فيتامينز من نفسها كده، زي البيوتين مثلا. البيوتين لقينا ان مش ليه عامل قوي جدا، يعني زي ما الناس كانت متخيلة، ده بيقعدوا يبلبعوا كميات وبيبلبعوا في شهور طويلة وجرعات عالية جدا، 10,000 وحدة وحاجات كده. طيب لا، يستحسن عشان ما يحصلش هايبر فيتامينوز ان الدكتور برضو هو اللي يشرف على موضوع الفيتامينات. الهايبر فيتامينوز دي حاجة خطيرة، اللي هو مستوى الفيتامين في الجسم يعلى. أيوة. ده ممكن يدور الكبد جدا. أيوة. الفكرة. أيوة. طيب هبدأ بسنة سنة. هبدأ الأول بتقشر قشر الشعر قبل ما اروح للتساقط. قشر الشعر مشكلة كبيرة مزعجة جدا. ايه قشر الشعر؟ قشر الشعر ده ممكن يكون قشرة عادية نتيجة جفاف الجلد، ناس عندها إكزيما تأتبية أو جفاف عامة، ودي بتبقى زي البودرة كده، ننزل زي البودرة. في قشرة دهنية، دي بتبقى إكزيما دهنية، ودي بتبقى ساعات مصاحب معاها اللي هي الأندروجينيك ألوبيشيا أو التساقط الوراثي، وساعات بيبقى لوحده، ودي بتعمل لو أهملناها بتعمل تليفات في البصيلة، وساعات تبقى صدفية، ودي بتيجي على دي إكزيما دهنية. آه. دي يعني برضو لازم تتعالج كويس جدا. حساسية؟ لا مش حساسية، دي بيبقى فيه نشاط زائد في الغدد الدهنية اللي هي حوالين البصيلة، بتضغط على البصيلة وبتضغط على البلاد سبلاي أو الدم اللي وصل للبصيلة، بتبتدي تعمل التهاب في الفروة، بيبقى فيه وجع وحرقان في الفروة، وتبتدي البصيلة واحدة في واحدة بقى يحصل لها إيه؟ دمور دمور دمور، نلاقي الشعر بتفقد هي الشعر بتاعها خالص. فبرضو من الحاجات اللي لازم نعالجها فورا، ودي بنديها علاجات بحاجات أنتي فانجل، يعني حاجات ضد الفطريات لأن بيبقى فيها عامل فطري، وبنديها علاجات تنشف الغدد الدهنية زي عقار الأيزوتريتينوين والشامبوهات القشره والحاجات دي. فهم مش يقول لك ده انا عندي قشره وخدت لها شامبو، هو مش قصه شامبو خالص. الشامبو ده عامل مساعد وعامل مهم جدا ان انا اختار الشامبو المناسب برضو لنوع القشره. من ضمن الحاجات برضو اللي ممكن تعمل القشره في حاجه دي خطير، دي صدفيه. وفي الصدفيه دايما تيجي على حرف الشعر، على الحراف، يعني بتبتدي على الحراف دايما كده ورا الودان، حروف الشعر. بتيجي حاجة زي بليك حمرة كده، وبيبتدي عليها القشرة الفضية السميكة دي. قشرتها مميزة فضية. ممكن تيجي بقى حاجة يحصل اوفرلاب، يعني اكزيما دهنية مع صدفية، دي بتلخبط ناس كتيرة جدا. لازم عالج السببين، لو عالجت حاجة واحدة مش هينفع. في حاجات يعني بتسبب القشرة برضو، بالدرموسكوب بقى بيخلينا نشوف ده كويس، يعني في قشرة تلاقيها طالعة على الشعراية، على الشعراية كده نفسها، حاجة اسمها بيادرا، دي من ضمن أمراض الشفت أو الساق بتاع الشعراية نفسها، تلاقي الشعراية نفسها هي اللي عليها القشرة. وفي حاجة تلاقي القشرة حوالين بصيلة بالظبط، دي بتبقى حاجة اسمها فرونتال فيبروزينج ألوبيشيا، دي بتيجي للستات دايما بتنحل الحتة اللي قدام دي. في فنانات عظماء، فنانة عظيمة جدا أنا بحبها خالص، جات لها في آخر حياتها تلاقي الشعر، وكانت من أجمل الستات، يعني الشعر اتنحل خالص لحد هنا. هو دي برضو يعني معلومة مهمة فيها، إن هي ما تحطش مرطب ولا واقي شمس وتنام بيه، بس ده نوع من التهاب الفروة، مش هنقول ده السبب، لكن ده ممكن يساعد إن هي تزيد. يعني ده القشرة، لا لسه في حاجات كتيرة، بس مش احنا بنضرب مثل عشان الناس تبقى عارفة.
انا عايزه المريض يبقى عارف امتى اروح للدكتور وامتى اختفي، مثلا قشره عاديه اكتفي بشامبو عادي او اخد فيتامينز او اخد حتى لوشن يقوي شعري، ده كله كويس واي دكتور هيكتب لك ده، لكن عشان يكتشف السبب اللي ورا المشكله بتاعه شعرك مش اي دكتور هيعرف ده، او مش اي دكتور عنده وسائل التشخيص لده، ومش اي دكتور عنده الخبره انه يوصل لده، مش اي دكتور هيعرف يعالج ده. طيب عايز اروح بقى لتساقط الشعر نفسه، الحاجات بقى اللي المشهوره، الامراض المشهوره اللي بتعمل تساقط الشعر، الثعلبه وخلافه. ايه بقى الثعلبه؟ الثعلبه ده مرض مناعي وبيجي نتيجه استرس جامد، وساعات ما بيكونش الاسترس هو العامل الاساسي، ساعات نادره يعني، لكن الغالب بيبقى الاسترس. الاسترس ده يعني اوحش حاجه في الدنيا يعني على الانسان في كل الامراض على فكره. بيلخبط المناعه، عشان ناس كتيره تيجي تقول لي طب اخد ايه يرفع لي المناعه، عشان احنا هنتكلم على يعني معظم الامراض الجلديه اللي هي المناعيه، مش معناها يا جماعه مناعه قليله، معناها مناعه متلخبطه. فايه اللي بيلخبط المناعه؟ من ضمن اللخبطه الاسترس، من ضمن اللخبطه جينات وراثيه، من ضمن اللخبطه الغده الدرقيه، هرمونات، يعني في اسباب كتيره ان هي تكون في سبب من اسباب الثعلبه. الثعلبه علاجها كويس جدا وسهل، لو كل ما نلحقها بدري هتخف، كل ما نسيبها ونركنها ويحصل لها تليف اكتر والبصيلات تموت خالص هتبقى علاجها اصعب. فبنصح برضو ان احنا، وبعدين في مدخل لعلاج الثعلب، ان انا اما يعني نشوف نقعد معاه قاعده شويه كويس كده عشان نهدي نفسيته دي، ولا نشوف ايه مشكلته، يا اما نحوله لدكتور نفسيه. من ضمن الحاجات زي الترايكوتيلومانيا اللي هو اللي بيجي يشد في حاله توتر كبير، اللي هو بيشد الشعر، بيشد شعره ده. بس تيجي في في في, في لو ما حلناش الكونفليكت دي، والله لو ادينا له 100 يعني، لو راح لمين؟ لو ما حلناش المشكله بتاعت التوتر بتاعته دي اللي موتراه ومقرقاه دي، مش هيتحسن خالص. مش هيتحسن. شوفوا، بيحب حد يتجوزه، نريحه، بيكره حد يطلق. عايز اروح للاسباب والانواع الثانيه لتساقط الشعر. هل تساقط الشعر انواع واسباب؟ طبعا اشكال، يعني في مثلا تيلاجين افلوفيا، الحاجات اللي هي طبعا وده بيبان من الفحص، من الفحص المبدئي للدكتور، سواء بالانسبكشن يعني هو بيبص كده بالعدسه، يا اما بالدرموسكوب، يا اما بالكاميرا الحديثه دلوقتي. كل فتره بنلاقي وسائل اكتر بتساعدنا في التشخيص. المهم ان انا ابص في الفروه كلها، مش ابص في حته، لان لو ممكن اكتشف يكون المرض هو شبه مرض تاني في منطقه مثلا من هنا، لكن ما بياخدش هنا، فلازم ابص هنا وابص هنا وابص على الحراف. ده لو انا مش عارف احدد بالظبط، بلجأ بقى للوسائل الثانيه اللي هي بتساعدني في التشخيص السليم. عايز اروح بقى للاساليب الجديده دلوقتي والحديثه في العلاج. ايه اللي انت شايفاه دلوقتي عمل طفره فعلا في التعامل مع مشاكل سقوط الشعر؟ والله هو اللي عامل طفره، احنا طبعا البدايات في العلاج، وزي ما قلنا تشخيص سليم الاول. من غير تشخيص سليم، من غير روشته كويسه جدا بتغطي كل النقط، يعني انا عمري ما جالي مريض تساقط شعر ويكون عنده سبب واحد، عشان نكون فاهمين ده. بتبقى عوامل كتيره خالص متداخله مع بعضها. طب انا لو حلت لها مشكله او اتنين من المشاكل اللي عندها وسبت الباقي، لا يمكن هينجح العلاج. لازم اغطي كل المشاكل اللي عندها. فاذا كان في لخبطه في الهرمونات لازم اظبطها لها، إذا كان في نقص في الفيتامينز لازم أظبطها لها، إذا كان في حاجات وراثية بقى والكلام ده بنحاول نشتغل بقى على الخلايا الجذعية والبي آر بي والحاجات دي. طب إذا كان في عوامل نفسية لازم نظبطها، وده مريض بياخد معايا وقت طويل جدا مريض الشعر، لأني لازم أفحص كل الجوانب دي عشان أقدر أكتب لها روشتة سليمة الأول. بعد كده بنبتدي بقى نشوف إذا هي هتمشي في سكة علاج بس، طب علاج وجلسات بقى الفيتامينز، وأنهي نوع فيتامينز هنستخدمه في الجلسات،
في مواد بتستخدم في الميزوثيرابي ممنوعة مثلا مع حمل أو رضاعة. عشان كده بنصح كل حد رايح يعمل جلسات لازم أقول للدكتورة اللي هتعمل لي أو الدكتور إن أنا حامل أو برضع أو حتى داخل على جواز، عشان في حاجات ممنوعة زي اللي فيها مينوكسيديل أو فينسترايد أو حاجات بتأثر على الجنين حتى بعد فترة. فلازم نبقى في سبيس في حاجات معينة، كل حاجة ليها سبيس معين قبل الجواز، فلازم أبانا قايلة للدكتورة ده لأن ممكن هي ما تاخدش بالها وتسألش في حتة زي دي. في بقى البي أر بي والأنواع بتاعتها العادية والكيتس. الكيتس أنا بفضلها جدا لأنها مركزة وبتسرع النتيجة أسرع. في كمان اللي هي الكيتس جزء من التحضير للبي أر بي. هي دي بتبقى طريقة من التحضير، بتيجي أنابيب معينة، هي أغلى شوية لكن بتوفر على المريض جلسات كتير. طبعا في عوامل مساعدة زي الليزر كاب، ده حاجة FDA approved ان هو بيساعد ونشط الدورة الدموية. في حاجات زي الديرما بين بفضلها جدا مع استعمال الميزوثيرابي والبي ار بي والخلايا الجذعية. الخلايا الجذعية دي اللي بتيجي الفايل دي الجاهزة دي ما اسمهاش خلايا جذعية، دي اسمها جروث فاكتورز. احنا بتبقى هي خلاصة جروث فاكتورز، عوامل نمو بتساعد. البي ار بي برضو بتساعد، مليانة بعوامل النمو اللي برضو بتنشط الخلايا الجذعية. طب ايه الجديد بقى النهاردة؟ الجديد ان احنا ممكن نزرع خلايا جذعية في, 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 في راس المريض او في بشرته او في مكان جرح او مكان ندبات او مكان حرق او اي حاجة مشكلة عملنا لها الشغل العادي كله والنتائج مش مرضية ليه قوي، نبتدي بقى وعملنا لها فراكشنال ليزر وعملنا لها مثلا ميزوثيرابي وحاجات كتير مثلا لو في البشره. طبعا الفراكشنال ليزر ما لقيناش النتيجه مرضيه او عايز احسن، بنعمل بقى التقنيه الحديثه خالص اللي هي اسمها النانو فات. النانو فات حاجه جيده جدا دلوقتي. ايه النانو فات بقى دلوقتي؟ النانو فات ده عباره عن زراعه العصر. طبعا ده انا في رايي هو ده اللي هيبقى الطفره القادمه ان شاء الله. والحمد لله ان في مجال الجلديه انا مبسوطه ان احنا كل فتره يعني في تطور وفي جديد. هي بتتحضر زي ما احنا شايفين كده من دهون المريض بطريقه موضعيه وسهله خالص، وبنج موضعي وكميه صغنطوطه جدا، يعني مش يعني بس لازم يكون المكان معقم وبتحتاج طبعا برضو خبره وتكنيك معين. وبناخد الدهون دي نفلترها كذا مره بحيث ان احنا نوصل لسائل. السائل ده بيبقى غني جدا بالخلايا الجذعية، بتطلع البصيلات بقى، البصيلات اللي حصل لها ضمور دي تبتدي يعني الخلايا الجذعية كأنها تنتج بصيلات جديدة خالص، كأنك زرعنا شعر بس بطريقة مبسطة. وانا شايفه ان هي يعني هنكتشف لها حاجات كتيره جدا في الايام اللي جايه، زي ما بدانا البي ار بي من 10 سنين وكان ناس كتيره قوي بتشكك فيها، بدات هي تخش في كل المجالات. انا شايفه برضو ان النانو فات هيبقى ليها شغل كتير قوي في حاجات كتيره، يعني بالممارسه هنكتشفها. فهي دي الصيحه اللي جايه، وده الامل اللي احنا يعني بننشده ان شاء الله للمرضى اللي هم حالتهم صعبه شويه. وبعدين احنا اشتغلناها فشفنا نتائج، فده اللي مبشر بالخير بقى ان احنا شفنا نتائج فعليه قدام عينينا. بس لازم تستمر العلاج عليها، يعني اعتقد ان النانو فات مش مرحله علاج واحده، بتهالي اكتر هو علاج مستمر مينتنس. يعني هو لو في طبعا عامل وراثي او في كده في مينتنس، بس مش لازم بقى مينتنس على النانو فات. لكن هي من اقوى الحاجات اللي بس حضرتك الفكره بس عشان تكون عارف، هي لازم نستنى عليها 6 شهور. ما هو ما حدش يجي يقول لي انا عملتها بعد شهر فين النتيجه. لا خالص، دي خلايا جذعيه، لان انا مستنيه لما الخلايا الجذعيه تؤثر في البصيله الشعر نفسها. هو هيحط خلايا جذعيه جديده، فعلى ما الخلايا الجذعيه الجديده تتكون وهي نفسها تكون بصيله شعر جديده مع تتطين. المينتنس بتاعها بقى لسه هنشوف. هو المفروض نعمل مثلا جلستين او ثلاثه، لكن بالممارسه بقى هنحتاج تاني مثلا كل سنه كل سنتين.
ده بس احنا بننتظر ان ماذا ستفعل في المستقبل القريب. هي فعلا اجاده جيده جدا في عالم التعامل مع تساقط الشعر، لكن هنكررها كل سنه، هنكررها كل 6 شهور، كل 7 شهور، مش هنكررها خالص. هي من مجال خبرتي لسه انا ما وصلتش للنقطه دي بالذات لسه، ما شاء الله كده في حلقات جايه نقولها. لكن احنا لكن انا من شغلي برضو لا، عملنا حالات وشفنا نتائج بعد 6 شهور، نتائج رائعه جدا واقوى كمان من البي ار بي كيدز واقوى من الحاجات اللي اشتغلناها دي كلها. نانوفات عامله شغل كويس جدا كمان في تكبير الثدي، عامله شغل في الشفايف، عامله شغل في حاجات هي مش للتكبير، هي دي غير تثبيت. لا هي دي غير الدهون. هو الدهون اللي بناخدها دي هي بتمر بثلاث مراحل، ماكروفات ومايكروفات ونانوفات. النانوفات دي هي الجديده. المايكروفات هو اللي بتحقن في الوش وفي الثدي وفي الحاجات دي، ودي شغل بقى اخواتنا بتوع الجراحه برضو اكتر شويه. اما النانوفات دي حاجه سيمبل بقى، احنا بناخد الايمالشن بتاع اللي طالع من الدهون نفسها، مش خلايا خالص، لدرجه بنحقنها بابر انسولين. يعني زي الحقن البي ار بي بالظبط، زي طريقه حقن البي ار بي. فهي حتى ما بتملاش الوش، يعني عشان برضو يعني احنا لما هنحقنها في البشره هي عشان النضارة. عايزه بقى نعمل لها فيلر لو هي عايزه تملى بنعمل لها فيلر، لكن هي مش نضاره كمان، ما النضاره دي حاجه سهله ممكن نعملها بحاجات كتير. لا هي يعني ممكن كمان تعالج تجاعيد، ممكن تعالج اثار جروح واثار ندبات، يعني الحاجات الصعبه هي هتشتغل فيها اكتر كمان. عايزين نعملها حلقه لوحدها طبعا، لانه فات لوحدها قاعده كده قعدت لانه فات يا جماعه ده حاجه جايه بقوه شديده جدا في فات. هي دهون نانو جزيء صغير جدا، صح كده؟ صح. تنورتيني جدا، ميرسي يا دكتور. واسعدتيني بواحده من حلقاتنا الممتعه في عالم الشعر. الشعر تاجر ست وتاجر راجل، والراجل والله. ضيفتي العزيزه طبعا استاذه الدكتوره لمياء عبد الودود، استشاري الجلديه والتجميل والليزر وعضو الجمعيه الامريكيه للامراض الجلديه، طبعا كانت ضيفتي في واحده من اجمل حلقاتنا على الاطلاق. الشعر يبقى الجاذبيه، مفيش حد هيمر قدامه كلام عن الشعر لاي وسيله الا ما يقعد يسمع، حتى لو شعره كويس خايف عليه، لو شعره بدا يقع نفسه يرجع كويس، لو بين البنين تعب شويه كده قلقان جدا لا يقع. اقول لك حاجه بقى قبل ما تختم، انت عارف انا دخلت جلديه اصلا عشان اعالج شعري؟ كل واحد لاني زهقت فعلا، يعني في ناس كتير بتاخد برانشات، وده سر حبي للمجال بتاع الشعر، وسر ان انا حابه اتخصص فيه قوي، وسر ان انا ببحث ورا كل جديد فيه، وسر ان انا ببقى يعني بحس باي حد عنده مشكله في شعره. بس الحمد لله يعني ان شاء الله ده كان دافع ليا في المجال ده. كل لحظه اختيار التخصص دي لحظه مهمه، يلعب فيها عوامل كتيره جدا، من ضمنها ان الواحد يكون مر بتجربه معينه. في ناس كتير قوي مثلا اشتغلت عيون لان نظرهم ما كانش قوي ونفسهم يتعلموا عيون عشان يعالجوا الليزك مثلا. صحيح. في ناس اشتغلت تجميل لان مرت بجراحه التجميل معينه فاغرمت بجراحه التجميل، وهكذا يعني. تنورتيني واشرفتيني. ميرسي ميرسي يا دكتور. ضيفتي العزيزه كانت في الناس الحلوه، خليكوا دايما مع الناس الحلوه. الكلى لما بتتاثر بامراض غالبا الحوار بيكون دايما على 3 مستويات، ما قبل الكلى والكلى وما بعد الكلى. المريض متعود ما يروحش للدكتور الا لما يكون هناك اعراض. كثير من مرضى الكلى ما عندهمش اعراض خالص. عندما يقل البول عن 400 سم في ال 24 ساعه فانت في حاله فشل كلوي حاد. اند ستيج. الاند ستيج هو مرض فشل كلوي لكن انتهى. اي يغسل او يزرع. مفيش علاج. الكبد تورمه بيبقى في صورة استسقاء، مش رجلين ولا ايدين ولا عينين. فشل كلوي حاد، كلوة كانت سليمة تماما وبطلتش. تورم النفروزي
متلازمه مكون منين؟ اربع حاجات مفيش غير واحده بس الاكلينيكيه. انا عندي سكر داخل لي بنفرتك طلع بجلطه. ينبه جميع الدكاتره والطلبه ان ممكن احد مضاعفات التورم. في ناس كتير بتاخد برانشات وده سر تخصص. حبي للمجال بتاع الشعر وسر ان انا حابه اتخصص فيه قوي وسر ان انا ببحث ورا كل جديد فيه وسر ان انا ببقى يعني بحس باي حد عنده مشكله في شعره. بس الحمد لله يعني ان شاء الله ده كان دفع ليا في المجال ده. كل لحظه اختيار التخصص دي لحظه مهمه يلعب فيها عوامل كتيره جدا من ضمنها ان الواحد يكون مر بتجربه معينه. يعني في ناس كتير قوي مثلا اشتغلت عيون لان نظرهم ما كانش قوي ونفسهم يتعلموا عيون عشان يعالجوا الليزك مثلا. صحيح. في ناس اشتغلت تجميل لان مرت بجراحه التجميل معينه فاغرمت بجراحه التجميل وهكذا. يعني تنورتيني وسهلا واشرا وسعدتيني. ميرسي يا دكتور. ضيفتي العزيزه كانت لي الناس الحلوه. خليكم دايما مع الناس الحلوه. الكلى لما بتتاثر بامراض غالبا الحوار بيكون دايما على ثلاث مستويات: ما قبل الكلى والكلى وما بعد الكلى. لأن المريض متعود ما يروحش للدكتور إلا ما يكون هناك أعراض. كثير من مرضى الكلى ما عندهمش أعراض خالص. عندما يقل البول عن 400 سنتي في 24 ساعة فأنت في حالة فشل كلوي حاد. إندستيج. الإندستيج هو مرض فشل كلوي لكن انتهى. أي يغسل أو يزرع. ما فيش علاج. الكبد تورمه بيبقى في صورة استسقاء مش رجلين ولا ايدين ولا عينين. فشل كلوي حاد. كلوة كانت سليمة تماما وبطلتش. تورم النفروزي متلازمة مكون منين؟ أربع حاجات. ما فيش غير واحدة بس الإكلينيكية. أنا عندي سكر داخل لي بنفرتك طلع بجلطة. ينبه جميع الدكاترة.